ثالث تكليف لرئيس للوزراء خلال دورة انتخابية واحدة جرت عام 2018 في العراق. وحدة الصف تكليف يتطلب دعم القوى السياسية لتشكيل حكومة ترضي الشارع العراقي. وتعد القوى السياسية الكردية ثالث القوى في النظام السياسي القائم في العراق إلى جانب الشيعة والسنة، إلا أن الحصول على دعم الكرد يرتبط بعوامل عدة، أبرزها كركوك المدينة الغنية بالنفط المتنازع على إدارتها، وحصة الإقليم من الموازنة المالية العامة، بالإضافة إلى تمثيل سياسي في الحكومة الاتحادية في بغداد. أن يطبق الدستور يعتبر أقرب منا كمكون الكردي، ومن لم يطبق الدستور يعتبر خط أحمر وفيتو نستخدم ضده. وشهدنا في تجارب الأمس الماضي القريب بأنه لا يمكن تمرير مكلف بدون موافقة المكون الكردي. ينظر الكرد إلى تكليف عدنان الزرفي من خلال برنامجه الحكومي الذي سيقدمه، فقد يجب التكليف ما قبله من آراء انتقد فيها الزرفي نهج سلفه عبد المهدي المقرب من الكرد. هذا إذا ما قدم برنامجا يلبي تطلعات القوى الكردية. إذا أخذنا بنظر اعتبار أيضا آراء السابقة فيما يتعلق بالنسبة للكرد على سبيل المثال، فنجد أنه لا يرى الكرد باعتقادي أن هناك اطمئنانا لتسلم السيد عدنان الزرفي هذه المهمة في الوقت الحالي. بالإضافة إلى دعم الكرد، يحتاج المكلف عدنان الزرفي إلى دعم القوى الشيعية التي تدور بينها خلافات، ناهيك عن القوى السنية، والأهم إرضاء الشارع الذي يطالب بتغييرات جذرية في العملية السياسية في البلاد. ويبقى ضمان دعم الكرد لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي مرهون ببرنامج حكومي يقدم حلولا للمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، وهي عقدة وغيرها كثر في مهمة تشكيل حكومة قد تكون الأصعب منذ عام 2003. صايب الفهداوي، الغد، أربيل.